السلام عليكم جميعا. واجب علينا كعرب نوقف حد بعضنا. إن شاء الله يا رب تكون آخر الأحزان للمغرب، ونتمنى الخير دائما للشعب المغربي الحبيب. أنا جزء بسيط من المحبين للمغرب والناس اللي بدها تيجي تكون جنبها كتفة على كتف المغرب. إن شاء الله المغرب وقف مع كتير بلدان عربية، هذا الوقت لرد الجميل. يعني مش ضروري، يعني نحن بأي طرق من الطرق انه نحن نكون بجانب هذا الكارثة. في ناس بتقدر تقدم من خلال التصوير، في ناس ممكن تقدم من خلال الدم، في ناس بتقدم على الأرض، يعني كل واحد بمقدوره إن شاء الله. وشكرا لكل الناس المحبين، يعني لازم يتبرعوا بالدم، لأنه بصراحة يعني هذا أنا بعتبره أكثر شيء حقيقي وأكثر شيء صادق، إنه يكون عم تتبرع بالدم للمجروحين وللناس اللي بحاجة لإلها أكثر من أي شيء تاني بصراحة. كيف ما شفتوا كان واحد التوافد اللي هو كبير جدا من المواطنين ومن جميع مؤسسات الدولة، ولكن جاو توافدوا بصفة كبيرة في 15 اليوم يعني اللي تبعت للزلازل. الناس اللي خصها تعرفوا الرسالة المهمة اللي خصها توصل للمواطنين هو أن هذا الدم عنده تاريخ الصلاحية، يعني أكياس الدم الحمراء عندها 42 يوم. الناس مازال محتاجة لهذه القطرة ديال الدم، إذا كنطلب من المواطنين أنهم يكملوا التوافد ديالهم، وأننا احنا راه ما غادي نحبسوا النداءات، لأن الاحتياج راه احتياج دائم، راه من غير ضحايا الزلازل اللي ناعسين في الإنعاش واللي مازال عندهم احتياج شهر 10 حتى لآخر السنة، راه كاينين أمراض اللي هي مزمنة، أطفال عندهم سرطانات، الناس اللي كتولد والعائلات كيديروا النزيف. إذا الدم راه الناس في احتياج دائم ليه، وانا كنرجو من قلوب الرحيمه ديال المواطنين انهم ما ينقطعوش على هذا العمل النبيل.